طيب قبل ما نطلع فاصل هاخد الحاج احمد من هنا. اتفضل يا حاج احمد. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك يا باشا، الله يكرمك، الله يخليك. اتفضل يا حاج احمد. يا ابني يا باشمهندس، انت قلت لي ايام كلامتك، انا قلت لك ما فيش اي حد ارسال من اي هنا هنا في ابو مناع، ما فيش حد جاي ارسال خالص. وكانت المشكله بخصوص ايه يا حاج؟ الزراعه. الزراعه، ما انا عارف المشكله بخصوص ايه في الزراعه، عايز معلومه ارشاديه عن ايه يا حاج؟ طلعت عمار دي. مالها؟ طلعت عمار. مالها؟ طلعت عمار. مالها يا حاج؟ كلمتك عليها سيادتك. طيب. لغايه دلوقتي ما فيش حد عمل فيها حاجه. طلعت عمار مالها يا حاج احمد؟ بعد اذنك فكرني. على سفير كل عشائز. حاضر. يبقى كده مش تبع وزاره الزراعه، احنا بنتكلم على وزاره الري. وزاره الري تبع وزاره الزراعه، هما الاثنين سوا واحد. هو الاثنين واحد، والفلاح معاهم، يبقى هو هي كلها منظومه واحده. انت اللي يهمنا ان انت تبقى مستريح. فترعت مناع، انا هشوف لك النهارده الكراكه ما جاتش ليه او الحفار علشان التطهير والحشايش اللي فيها، وباذن الله في هذا الاسبوع، احنا لسه الاسبوع معانا فاضل، في بكره الاربع والخميس باذن الله، انا اتمنى ان احنا نقدر نطهرها قبل نهايه الاسبوع. هتابع مع السيد وكيل وزاره الري، وهكلمك تاني النهارده علشان اقول لك الحفار هيجي امتى. اشكرك يا فندم. بشكرك يا حاج احمد. هنطلع فاصل سريع ونستكمل بعد هذا الفاصل الزراعيه مباشره. ده البرنامج برعايه